السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم في قناه مطبخ جميله دراما مع فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم بغيت نشارك معكم بهذه الرفيسه المغربيه بتقديم بريستيج وبطريقه مبسطه باش يمكن لكاع المبتدئات يقدروا يديروها، وراه كنتمنى تعجبكم. راح كتجي زوينه ولذيذه، ودابا غادي نتلاقى معكم باش نشوفوا الطريقه والمقادير. بسم الله على بركة الله. بالعجين ديال تريد كنحتاجو ليه كيلو فينو وكيلو فورس، وغادي نعملو ليه شوية الملح لقياس اللي محتاجاه، وغنحتاج واحد راس المعلقة ديال الخميرة ديال الخبز، ما غاديش نقوي، غير راس معلقة بحال هكا، صافي. وغنجمع العجين ديالي. ها العجين ديالنا، ها هي هادي. دابا غادي ندلكوها مزيان، حتى هما متابعين معايا. كنخليوها على هاد الشكل مرخوفه، ما كنقصحوش العجينه. ها العجينه ديالتنا، انا غادي ندلكها مزيان على هذا الشكل، هانتوما كتشوفوا بحال هكا. غادي ندلكها مزيان وغادي نغطيها بواحد التسريبيته حتى ترتاح ليا مزيان، وعاد غادي نقطعها. هانتوما غتشوفوا معايا، ها هو العجين ديالنا بعد ما ارتاح، ها هو نتوما كتشوفوا. غناخذوا العجين ديالنا وغادي نقطعوه على هذا الشكل بحال هكا، غادي نقطعوا العجين ديالنا كله على هذا الشكل، وعاد غادي نبدا نقرص فيه ونطيب فيه. العجين ديالي بعد ما قطعته كله، انا غادي نغطيه بواحد البلاستيكه وغندير ليه واحد السريبيته، وعاد غنبدا نطيب فيه. كندير ليه بحال هكا على هاد الشكل بحال هكا، صافي. وكنخليه جانبا، وعاد غنبدا نطيب. ها هي العجينه ديالتي قرصتها. مني قرصت العجينه ديالتي، دابا كنكون سخنت المقله، غادي نرمي الورقه اللي قرصتها، كنقادوها مزيان. وغدا نمشي نقرص الكره الاخرى حتى هي، كنخليو هذيك تطيب. منين بغي نرمي الكره الاخرى اللي قرصت، غادي نقلب هذه ونرمي الاخرى فوق منها. على هذا الشكل ونمشي ثاني نقرص الكره الاخرى، ونخلي هذه تطيب.
ملي بغيت انا نرمي الكره نقلب العجينه ديالتي ورمي الكره اللي قرصت ونمشي على هذا المنوال حتى نسالي العجينه ديالتي كلها. انا غدا نبدا دابا نطيب في التريد ديالي بعد ما درت واحد الكميه وفيره تقريبا واحد 20 ورقه ديال العجينه وحده فوق وحده كما تبعتوا في الاول. كل ما كندير وحده كنقلب وكنرمي ثاني الاخرى فوق منها ثاني كنقلب وكان كما شفتوا في من قبل. دابا كنبدا نطيب فيهم ها نتوما كيتحمروا بحال هذا الشكل وكنفرق الورقه على الاخرى باش نخلي الاخرى حتى هي تطيب وكنمشي بحال على هاد الشكل حتى كيطيب ليا التريد كله. انت راه كتجي الورقه رقيقه ومقرمشه كما كتتابعوا معايا. دابا كنفرق في الورقه باش نطيب ثاني الاخرى حتى هي تطيب نفس الشكل اللي غنحيد دابا. بحال هكا حاولي قادي وهداك الشيء دابا بقات ليا من الجهه الاخرى ثاني غنقلب باش طيب ليا. صافي نحيدت هاد الورقه تاع هي نحيدها راه كتفرق دغيا ما كتلصق ما والو بحال على هاد الشكل هانتوما شفتوها. كتفرق بسهوله شتي ما كيما كتابعوا معايا بحال هاك. صافي هذيك طابت هذه حتى هي غنديرها باش تحمر وتطيب. صافي هذه غدا نحيدها هي صافي. وكل ما كنحيد شي وحده كنقسمها على هذا الشكل انتما كتشوفوا بحال هكا غير بيديه كنقسمها طريفات صغيرين راه كتجي العجينه مقرمشه وزوينه. مني سالينا التريد ديالنا صافي صوبناه وقاديناه درناه في واحد البول وحطيناه جانبا. دابا غادي ندوزو باش نوجدو الدجاج ديالنا. كناخدو واحد الدجاجه اللي كانت يا روميه يا بلديه. انا كان عندي واحد الدجاجه بلديه هي اللي غنعملها اليوم في الرفيسه. عملت معاها واحد ربعه ديال البصلات خضاريين مقطعين معلقه كبيره ديال السمن واحد الكاس كبير ديال الزيت روميه واحد الكاس ديال العنبه زيت بلديه واحد المعلقه كبيره ديال راس الحانوت جوج معالق كبار ديال الخرقوم عرق وجوج معالق كبار ديال الابزار وجوج معالق كبار ديال سكنجبير جوج دامات ديال الزعفران وملون وشويه الملح. دابا غادي ندوزو باش نعملو المقادير في البرمه ديالتنا. انا كندير نيشان في البرمه كناخذ ديك الدجاجه كنديرها في البومبا مباشره وكنعمل عليها البصله نعمل عليها هذوك الضويمه ديال الزعفران نعمل الملون وعاد نعمل العطريه اللي قلت لكم قبل. نعملو الزيت
والملح تقريبا واحد معلقه كبيره ديال الملح. عاد غنشوفوا القياس في الاخر. بالنسبه لهاد الكاس زيت العود وراس الحانوت غنخليهم حتى الاخر تطيب ليا الدجاجه وكل شيء. عاد غنعمل زيت العود وراس الحانوت. دابا غادي نعمل هذيك المعلقه ديال السمن وغنزيد شويه الماء ونديرها فوق البوطه. بالنسبه للعدس والحلبه كنخليهم جانبا حتى غنوريكم امتى غدا نعملهم. دابا غندوزو باش نعملو البصله معسله. انا ندير فيه شويه البصله معسله. كناخذو البصله كنقطعوها مشنفه كنعملو عليها شويه السمن، واحد المعلقه صغيره ديال السمن، واحد المعلقه صغيره ديال الابزار، معلقه صغيره ديال سكنجبير. تقريبا البصله درت واحد الخمسة الكركوبات صغار هما اللي قطعتهم، واحد المعلقه صغيره ديال الخرقوم عرق، شويه الملح، وغنعمل واحد الضامه ديال زعفران. هاد البصله معسله راه كتجي زوينه حيت كندير فيها انا اللقامه. كندير واحد نص كاس تاع الزيت، كندير هاد اللقامه كامله وكندير الزيت صافي. وغادي نسد عليها البوطه ما كنعمل فيها لا ما لا والو. كنخلي الصفاره حتى تدور كنحسب ليها تقريبا واحد 20 دقيقه وصافي غادي نتلاقى معاكم. مني درنا البصله كطيب كناخذوا الحلبه كنغسلوها مزيان غنديروا عليها الماء وغادي نديروها تسلق. هاد الدجاجه ديالتنا بعد ما تقلات مزيان في ديك اللقامه غادي نقلبوها مزيان. ها انتم كتشوفوا معايا باش تدخل في هذيك اللقامه مزيان. ها انتم بالنسبه للثومه والعدس عندي ثلاثه ريوز ديال الثومه والعدس غادي نخليهم جانبا حتى نروي البرمه ديالتي وتغلى ليا عاد نرميهم فيها. لا بعد ما دازت 20 دقيقه مني دارت ليا الصفاره انا حليت عليها. دابا ما كندير فيها لا ما لا حتى حاجه كنحل عليها كنلقاها بحال هكا كنلقاها تقريبا طابت. دابا غادي نعمل الزبيب. كنكون غسلته هو ما كنكون لا رطبته لا والو غير غسلته. غادي نديرو على هاد البصله وغادي ندير واحد المعلقه صغيره ديال القرفه ونرجع البوطه حتى طيب ليا مزيان ونحيدها. هاد التريد ديالنا ها هو هذا الشيء كيكون هكا مقرمش ومفروغ. دابا غادي نبدا نفور فيه. البصله ديالتنا ها هي وجدات الشيء كي كتجي كنخليوها فوق البوطه ومره مره كنحركو مره مره كنحركو حتى طيب لينا. فورت التريد هانتوما كي كيجي كنفور غير بشويه شويه وكنخليه حتى يبرد وكنبدا نفك فيه بحال هكا. الطريقه ديال الدجاج ديالنا ها هو. بعد ما غلى ليا عملت فيه الروس ديال الثومه والعدس. دابا غادي نعمل فيه الماء اللي تسلق فيه الحلبه. كل ما كيبغيهاش ولكن هاد الماء ديال الحلبه راه كيجيبها زوينه وبنينه. صافي انا عملت الماء دابا ديال الحلبه ودابا غادي ناخذ شويه تاع المريقه ديال الدجاج وغادي نعملها في الحلبه ونردها طيب تكمل تقريبا طيابه بحال هكا. صافي دابا غادي نردها فوق البوطه حتى تكمل طيابه.
الدجاجة طابت، درتها شوية في الفران باش تعطيني واحد اللون زوين. دابا غادي نعمل واحد المعلقة كبيرة ديال راس الحانوت، وغادي نعمل هذاك الكاس ديال الزيت البلدية، وغادي نردها فوق البوطة حتى تغلى ليا مزيان. مني كنقاد المريقة ديالتي ديال الدجاج، كندوق من ناحية الملح، من ناحية الإبزار لكان ناقص الإبزار كنزيد الإبزار، والملح حتى هو. كنكون فورت داك التريد ديالنا كامل وبردته مزيان باش ما يتعجنش ليا ملي كنبدا نسقي فيه بهاد المريقه. دابا كنبدا نسقي فيه، هانتوما متبعين معايا على هاد الشكل، وكندير واحد الصفاي باش هداك العدس ما يهوتش ليا في داك التريد. ومني غدا نسقيها غدا نبدا نزين فيها. ها هي دابا سرا نقاد فيها كله، وغادي قادها على الشكل اللي بغى، حيت كله الذوق ديالو كيما بغى يدير لها. وكنتمنى هاد الرفيسه تعجبكم، راه كتجي زوينه وبنينه ولذيذه. وكنتمنى من البنات يجربوها ويردوا عليا في لي كومونتير، وتعملوا لي لايك وتشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم اي حاجه جديده. وكنقول لكم سلام عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله.